الأحد الأول من الصليب. تركز صلوات هذا الأحد على أهمية البلوغ إلى الخلاص، فعلينا استثمار كل ما نعاني منه من متاع وتضحيات في سبيل هذا الهدف، فلننفتح أكثر على حقيقة حياتنا المتنوعة ونقبلها شاكرين. تشبعت على لهب رومي، تشبعت على لهب رومي، تشبعت على لهب رومي، على رعش لاما وثورة طاوى لونين أشاء، قل عدان العلمي قوينا يا ربنا وإلهنا بحنانك نحن الضعفاء، لنحتفل بهذه الأسرار المقدسة التي وهبتها لتجديد وخلاص طبيعتنا الفقيرة برحمة ابنك الحبيب يا رب الكل إلى الأبد. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب بارك اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، موهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تثبتت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، المجد للأب والابن والروح القدوس من الأزل وإلى الأبد آمين. ثمان نوديلا وانشقار الداشلوة عدال مخلل دامل يدكل عذران خطوين دتو ما روارو يدخو للعلمي آمن لا خو ما يدخل لا موتنا لا في شعن شيحن شبحي لا خمارة قل لا موتين
ويعيش واشمحا حتى لولا ما يوفى لو قديش عمر مدنا صيان مذ كشمينا إذبا مارح صراحا مال أبدا عاد أدخل عدا مار أدخل آوى أمرو روحة كتشال عالمين آمين. ربنا وإلهنا أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال ثلاث قراءات. الأولى من سفر إشعياء ترسم طريق البقاء بالعزة والكرامة والبر. الثانية من رسالة إلى أهل فيليبي تدعو إلى التخلق بخلق المسيح. الثالثة من إنجيل متى تروي خبر دعوة التلاميذ الأولين. أنصت إلى قراءة من نبوة إشعياء. بارك يا سيد. اسمعوا أيها البعيدون ما صنعتم، واعرفوا أيها القريبون جبروتي. فزع الخاطئون في صهيون، واجتاحت الرعدة الكافرين. من منا يسكن في النار الآكلة أو يقيم في المواقد الأبدية؟ أما السالكون طريق العدل المتكلمون كلام الاستقامة، الرافضون مكاسب الظلم، النافذون أيديهم من الرشوة، المغلقون آذانهم عن خبر الجريمة، المغمضون أعينهم عن رؤية الشر، فهم يسكنون في الأعالي وحماهم معاقل النسور، ويكون خبزهم مرزوقا وماؤهم مكفول لهم. هذا كلام الرب. كلمتك مصباح لخطاه منذ البديع عرشك ثابت، منذ
شمشيحا كرزتا لأنهما كانا صيادين، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيادين بشر. فتركا شباكهما في الحال وتبعاه. وسار من هناك فرأى أخوين آخرين، هما يعقوب ابن زبدة وأخوه يوحنا مع أبيهما زبدة في قارب يصلحان شباكهما، فدعاهما إليه، فتركا القارب وأباهما في الحال واتبعاه. والمجد لله دائما، والرب يبارك عليكم. المجد للمسيح ربنا. آمين. احنا بالاحد الاول من بعد عيد الصليب، انجيل اليوم يتكلم عن مهنة البحر. التلاميذ الاوائل الاربعة الاخوة اللي دعاهم يسوع يسمي بحيرة طبرية يسميها بحر، يعني نحن في تعامل مع مهنة البحر. احنا في العراق ما عندنا بحر، ولهذا ما نعرف ايش قد البحر هو مخيف. اجدادنا كانوا يخافون من البحر ومن السفر بالبحار، وكانوا يحبون البقاء قريب من الشاطئ. ولهذا بالانجيل راح يقلهم اذهبوا الى العمق حتى تصيدون سمك اكبر. مهنة التلاميذ الاولين كانت مهنة صيد السمك، وهذه مهنة بها كثير من التقلبات، يعني يوم اكو يوم ماكو، يوم ينامون بلا عشاء، يوم ياكلون اكثر من حاجتهم، مساكين. فكانت مهنة ما مضمونة، ما هي مثل راتب شهري تروح تاخذ راتب وتعيش مرتاح الى نهاية الشهر. يسوع راح يقلم تعالوا أسويكم صيادي بشر، لأن العالم أيضا مثل هذا البحر. العالم أيضا بينه عواصف وتقلبات ومشاكل، يحتاج ناس يكونون بحارة في هذا البحر. أجعلكم صيادي بشر رغم كل الخطورة والمساوئ الموجودة. خاصة إحنا اليوم تقريبا صار لنا 6 شهور نتعامل ويا فيروس كورونا، يعني في تقلبات جاب هذا الفيروس الى العالم كله. وتعال شوف ايش قد اكو عواصف وعواطف وانفعالات قدام هذا الوباء العالمي. ما كان صار تاريخ البشريه هكذا وسائل اعلام امام هذا الخطر. ولهذا انا اسمع نداء يسوع إلينا اليوم يقول لنا تعالوا أعملكم صيادي بشر، يعني تعالوا أعلمكم شلون تتعاملون مع ردود الفعل والقلق والهم الموجود في عالمنا اليوم. كيف نتعامل في زمن كورونا مع هذا البحر، بحر العالم القلق، ونصير فعلا مثل التلاميذ صيادي بشر؟ الشيء الأول هو الدعوة، نداء الرب. الرب ينادي التلاميذ، يناديهم وينادينا. كل مسيحي هو إنسان مدعو إلى أن يصير صياد بشر، يعني أن يكون قادر على أن يستخرج من الخطورة فائدة.
وهذا هو يتحقق في أن يكون عندنا هدف. كثير ناس يولد يعيش يموت ما عنده هدف في حياته إلا الأهداف الآنية، أن يأكل ويشرب وينام، ما عنده هدف في حياته. وكثير من الأهل يخلون أولادهم نايمين على منجزات الثورة، وابقى مثل ما أنت، وما بس كن تأكل تشرب وتنام وهذا، وما ما يرسم له هدف. أنا أشوف في حياتنا الأهل الجيدين هم اللي يرسمون هدف، أن تكبر، أن تصير أحسن، أن تكسب حياتك أحسن، أن تتعمق بالفكر والإيمان والمحبة، أن تنظر للمستقبل بطريقة أحسن. إذن الحياة المسيحية هي هدف، أجعلكما صيادي بشر. وهذا راح يصير اللي للتلاميذ واللي راح يجون بعدهم، راح يصير هو الهدف، المهمة الخاصة. كثير من الناس لما ما يكون عندهم هدف يقعون بالكآبة، يقعون بالضجر. مع الأسف كثير من الشباب مالنا لأنه ما عنده هدف، لأنه هدفه قصير، لا دراسة يمسك، لا شغل يمسك، ما عنده، ما تمسك إيده ولا شيء بالحياة. ولهذا تشوفونه ما سعيد. السعيد هو الشخص اللي يتعب، اللي يفكر بالمستقبل، اللي يتعب على نفسه خاصة. يعني لما يقول له يسوع للتلميذ أجعلك صياد بشر، مو هو أنت، لازم هذا الصياد يكون عنده معرفة، يكون عنده قابلية، ويكون عنده أيضا قدرة على اكتساب خبرة الآخرين. وهذا اللي صار بالتاريخ، تراكم الخبرة، تراكم المعلومات، قرينا، درسنا، فتحنا كتب، طالعنا. وهذا الزمن مع كورونا أحسن وقت هو حتى نقرأ، حتى نثقف، حتى نشوف، حتى نتأمل. وهذه الخبرة المتراكمة هي اللي قومت الحضارات، كل الحضارات قامت على التعاون بين البشر، على المساعدة، القوي يساعد الضعيف، العارف يساعد الجاهل. والحمد لله والشكر زماننا مثل ما هسه على وسائل التواصل الاجتماعي، راح تشوفوني، راح تسمعوني، وهذه نعمة. خلي نستفيد منها، خلي نوصل في داخل كل واحد منا هذه النار، نار الهدف، أنه أنا لازم أحقق هدفي. وفي أي عمر كنتي أو كنت، أنت قادر أن تحقق هدف حياتك، مهما كان عمرك، مهما كان شغلك. حتى لو كنت صياد سمك، يعني أحقر مهنة في زمان يسوع، حتى هذا يسوع كأنه يتحدى أبسط مهنة في زمانه، حتى يجعل منهم الرسل اللي إحنا اليوم نحتفل ونحتفي بهم في حياتنا الإيمانية، ونعجب بهم ونعلنهم قديسين. هذول يتحولوا من ناس عندهم مهنة بسيطة إلى ناس رسل العالم، بشروا العالم بيسوع. كأنه الله مثل ما قالت مريم العذراء في نشيدة، نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. نطوب هذول الرسل، نطوب مريم، هذول الناس البسطاء اللي انبنت عليهم حياتنا المسيحية. هذا يعطينا فد أمل كبير، أنه إحنا مهما كنا ممكن أن يستعملنا الله. أنا أعتقد بالقرن العشرين واحد من كبار الشخصيات اللي قاموا بالنسبة لنا كمسيحيين هو البابا يوحنا بولس الثاني القديس. يوم اللي صار بابا لفظ الكلمة اللي كان لازم تلفظ في القرن العشرين، يمكن هي أجمل كلمة قيلت خلال كل القرن، قرن الحروب والأيديولوجيات والقتل والاضطهاد، وقرن ملايين الموتى والقتلى. هذا البابا أول ما فتح ثمه قال لا تخافوا، وهذا حط بلسم في قلوب الناس اللي كانوا خايفين. أتذكر السنة، أتذكر اليوم، أتذكر هذيك اللحظة 1978، كنت أدرس إنجليزي في دبلن في
إيرلندا سمعت هذه الكلمة لا تخافوا، وهذا فعلا اللي تحقق. انطفت الحروب، ولد الاتحاد الأوروبي، ولد السلام، وخاصة ولدت مئات الآلاف من المنظمات الإنسانية اللي حاربت العنف وحاربت الشر. وفعلا هذا الرجل كان أحسن تلميذ ليسوع، لأنه صار صياد الأمل في البشر، صادم إلى هذا الفرح اللي جابه يسوع. اليوم إحنا أيضا رغم كورونا، رغم القلق اللي عندنا، إحنا نقول يا رب ساعدني أن لا أخاف، ساعدني أن أكون عميق، ساعدني أن أصيب الأشياء المفيدة في حياتي، وأن أكون عميق، لا أكون سطحي، لا أبقى عند الشاطئ، لا أبقى أسمع قيل وقال مال فيسبوك وهاي الوسائل اللي بيها الغث والسمين، اللي بيها الزين والموزين. ساعدني أن أكون فعلا مثل التلاميذ الأولين، أن أكون تلميذك وأحقق بواسطتك والنعمة اللي تعطيني أحقق العجائب. الله يبارك بكم ويوصلكم إلى أعمق وأعمق فتصيدون صيادي بشر. آمين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ونطلب بثقة قائلين: استجب يا رب، استجب يا رب، يا رب، من أجل أن يكون لأبرشيتنا دعوات كهنوتية ورهبانية عديدة لمجد اسمك وخدمة الكل، نسألك استجب يا رب. يا رب، من أجل أن تساعدنا على حمل صلباننا مهما كانت ثقيلة بثقة وأمل وفرح، نسألك استجب يا رب. يا رب، من أجل أن نغضب إخوتنا بقدر كبير ونسعى لأجل بلائهم وسعادتهم، نسألك استجب يا رب. يا رب، من أجل أن تشفي عالمنا وبلدنا من وباء كورونا فينعم الجميع بصحة جيدة ويمجدوك، نسألك استجب يا رب. يا رب، من أجل رفع كافة الحواجز أمام عودة السلام والاستقرار إلى بلدنا عاجلا وعودة الحياة الطبيعية إليه، نسألك استجب يا رب. نستودع أنفسنا الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. أجل أيها الرب الإله القدير، إننا نستودع نفوسنا بين يديك، متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك وحنانك ذنوب شعبك وخطايا رعيتك الذين اخترتهم يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. إلهي رفعت إليك يدي حاملتين، جسد قبله كاسة بارك في هذا المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا، وأوصانا أن نصنع ذكر موته ودفنه وقيامته، هو يقبل هذه الذبيحة من أيدينا، وبحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا توضع هذه الأسرار المجيدة والمقدسة على المذبح الغافر، وتعد حتى ظهور الرب ثانية من السماء، له المجد إلى الأبد. ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح. شحلا ولورا والروح القدشا المذبح قدشا نوي دخرانا توجد مريم ارمدنا صلوا نهوي شينا بوريثا نمر كل عما
يحتاج حقي منه. في قانون الإيمان نقول من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل، نزل في هذا البحر حتى يخلصنا. نجدد إيماننا ونقول نؤمن بإله واحد الآب خالق الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس الغنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليلين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء. ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آمين. اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، ولأجل أميرة فرانسيس يوسف، أديب عبد الجبار هندي وابنه الشهيد سعد، عصام شوكت رزق الله وزوجته نضال ناصر هندي، صباح ناصر هندي، الشماس شامل نعوم وزوجته ماتلدا بهجة الياس، عزيز بهنام بوس وزوجته فريدة عبد الأحد، ميخائيل الشماس عزيز وزوجته بسيمة جلبيت يوسف، كامل الشماس عزيز، نظيرة عزيز سليمان، الدكتور رياض رمو، صبحي نعمت وأخويه لطفي ونوزاد ديوجي، ماريا رزق الله وابنتاها إلهام وصبيحة ديوجي، ألبرت يوخنا داود، إبراهيم جرجيس، حنا عبد العزيز هندي، زهير إبراهيم وولديه الشهيدين أكرم وعلاء، ناظم أنطون توما وزوجته هريات صيفان نعوم، نجاح عبد الأحد حداد، نائل عبد الأحد حداد، صبيحة نعمة الله هندي وشقيقتها فيكتوريا، غورغيس عبد الأحد وزوجته زريفة عزوز، بطرس بهنام وزوجته نجيبة حبيب عزوز وابنهما الشهيد مدي، سركون يعقوب يوسف، على نية شفاء عائلة، سليمان غورغيس البستاني وزوجته فيكتوريا الشماس عزيز، مؤيد سليمان غورغيس البستاني، يلدى أوراهام يوسف وزوجته كتي حنا، صليوة يلدى أوراهام وزوجته كاترينا حنا، يوسف صليوة يلدى، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، يمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. بارك يا أبانا. يا رب لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها أهدنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. تبادل السلام
وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المبشر. القربان يقرب لله رب الكل. يليق ويحق. السلام معنا. يستحق المجد من جميع الأفواه والشكر من كل الألسن. والسجود والتعظيم من كافة الخلائق ثالثك الممجد. أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك ولبوات الملائكة القديسين وأفواج الروحانيين خدام النار والروح الذين يسبحون اسمك والكاروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين الذين يقدمون السجود لسيادتك وهم ينادون بعضهم بعضا قائلين قدوس 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 أنت شكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا كلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا. كذلك بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرة وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري نؤمن ونعترف كما أوصيتنا يا رب هكذا اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أردتها علينا والتي لا توفى لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بألوهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا وأنبت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد.
صلوا في قلوبكم السلام معنا. أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين. تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصا لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الباتريارك ومار يوسف رئيس أساقفتنا وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين، وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية. تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، ولا تعاملنا بحسب خطايانا، بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسان منك. تقبله يا رب لأجل هذا الوطن العراق وسكانه، وهذه المدينة كركوك وأهلها. صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام. أيها الرب يسوع المسيح، سلام السماويين وأمان البشر، وطد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. أنهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف والإرهاب، فنعيش حياة هادئة وادعة بالنور والتقوى. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك. إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. ليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتدى بدم مسيحك الكريم. تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، ونكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر، باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. مسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب والشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. Yeah.
واغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الخالدة. لنصلي السلام معنا. كل هدف بالحياة هو هدف سامي، هدف يسوع أن يحول تلاميذه إلى أولاد الله ويحولنا معاهم، ولهذا نطلب منه اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك وبقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الأبدين. آمين. أجل يا إلهنا وأبانا الفاك رحمة، نطلب إليك مبتهلين: لا يا رب، لا يا رب، لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. آمين. تعالوا تناولوا جسد المسيح واشربوا من كأسه بإيمان. اترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. اترك كل شيء وأنا أكون لك نصيبا.
يليق يا رب مدى الأيام أن نرفع الشكر والمجد والسجود لأنك أهلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين فنلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس وإلى الأبد آمين. بارك يا سيد. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا آمين. ويلوم شملنا آمين. ويطهر شعبنا آمين. الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية كنوا موسومين بعلامة الصليب الحي
ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وإلى الأبد. آمين. إن قلبي صار